بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة جدا وفيها كواليس متعلقة بمشوار الأهلي خلال الفترة القادمة، ودايما كل ما بنطلع معاكم في حلقة جديدة من الترند بيكون عندنا الجديد وعندنا الأخبار الجديدة والكواليس الحصرية. كمان هنتكلم عن منتخبنا الوطني اللي استطاع بالأمس أن يعمل مباراة حماسية وفنية وبدنية على أعلى مستوى، وبالإضافة لده كمان جمهور مصر العظيم اللي كان صانع الحدث بالأمس في الدوحة في استاد نادي الوقرة اللي استضاف لقاء مصر والجزائر في ختام مباريات المجموعة الرابعة لكأس فيفا للعرب. مصر تصدرت المجموعة ليست بالنتيجة ولا بالنقاط، ولكن بقواعد اللعب النظيف، وده شيء مهم جدا لائحة الفيفا بتحطه، ده أحد المعايير اللي ممكن يتم الاستناد عليها إذا تساوت النقاط وعدد الأهداف وفارق الأهداف لكل المنتخبات اللي بتلعب في دوري المجموعات. مكسب مهم جدا، الصدارة، مواجهة الأردن إن شاء الله في دور الثمانية، وأفضل شيء بالنسبة لمنتخبنا في البداية عودة الحماس من جديد والاهتمام بمباريات منتخبنا. وبأكد اللي صنع الحدث بالأمس كان جمهور مصر العظيم في الدوحة اللي أشعل حماس الجماهير واللاعبين، حتى جماهير الفرق المنافسة. الكل امبارح كان سعيد بأداء الجمهور المصري في مدرجات نادي الوقرة، ملعب نادي الوقرة اللي استضاف هذه المباراة، وبالتأكيد ملعب مونديالي هيكون إحدى ملاعب كأس العالم في الدوحة 2022. حلقة فيها تفاصيل، فيها كواليس مهمة جدا، تابعونا على مدار الحلقة هتسمعوا كلام مهم جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وعايز بقى كل الناس اللي بتتابعنا وبتشارك معانا دايما في الإجابة على أسئلة الترند تدخل وتقول رأيها في أداء منتخب مصر أمام الجزائر. هل الأداء كان حماسي؟ هل كان فيه أداء فني؟ هل كان فيه تكتيك من كارلوس كيروش؟ مين كان نجم المباراة؟ الكل يشارك معانا عشان نستعرض أكبر قدر من الآراء في الجزء الأخير من حلقة النهاردة، والإجابة على السؤال من خلال صفحة القناة عبر السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، كاف يرفض تأجيل السوبر الإفريقي، وكمان انتظام ديانج في تدريبات الأهلي. وفي الترند المحلي، الأشعة تثبت إصابة حجازي في الخلفية وأيمن أشرف في الركبة. استعراض مباريات اليوم النهارده بالتاكيد راحه، مفيش اي مباراه في كاس فيفا للعرب، الكل بيستعد لانطلاق مرحله الدور ربع النهائي. لكن النهارده في جوله اخرى من دوري ابطال اوروبا اللي الكل امبارح نسيه وما كانش بيتفرج عليه عشان يشوف مباراه مصر والجزائر. النهارده استكمال المباريات الساعه 8 الا ربع، في يوفنتوس هتستضيف ملامو، زينت سان بطرسبرج هيستضيف تشيلسي، بنفيكا الساعه 10 و6 مباريات في توقيت واحد في السهره، الساعه 10 بنفيكا يستضيف دينامو كييف، بايرن ميونخ يستضيف برشلونه، مانشستر يونايتد يستضيف يانج بويز، اتلانتا يستضيف فياريال، ريد بول سالسبورغ يستضيف شبليا، وفي الختام فولفسبورغ الالماني يستضيف ليل الفرنسي. طيب بنقترب خلاص من انتهاء مباريات دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا، الكل بيستعد طبعا لانطلاق الدور 16 في منتصف فبراير المقبل. اخرج الى فاصل ونرجع بعد الفاصل، عندنا كواليس مهمه جدا بخصوص لقاء السوبر الافريقي والموقف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، وهنتكلم كمان عن مباراة مصر والجزائر، كل ده في فقرة ترند.